طيب دلوقتي مشاهدينا نروح لفقره من الفقرات الهامه جدا اللي معانا النهارده في صباح الخير يا مصر، وهي عن تقرير مفصل وجديد صدر من وزاره التضامن الاجتماعي خاص بمشروع 2 كفايه، وده للحد من الزياده السكانيه بين الاسر. التقرير في الحقيقه تضمن عرض لانجازات المشروع من بدايه انطلاق الحمله من 4 سنوات في مايو 2018 تحديدا ولحد شهر مارس 2022. ايه اللي تضمنه التقرير ويعني اهم ما جاء في متن هذا التقرير على وجه الخصوص؟ ده اللي هنعرفه من الاستاذ احمد يونس، منسق مشروع 2 كفايه للحد من الزياده السكانيه، اللي بينضم معنا عبر الهاتف. صباح الخير يا استاذ احمد. صباح الخير على حضرتك استاذ احمد وعلى استاذه ريهام والساده المشاهدين جميعا. يعني في الحقيقه استاذ احمد بنتكلم على 4 سنوات من العمل المتواصل لمشروع 2 كفايه للحد من الزياده السكانيه، ايه هي النتائج الايجابيه اللي قدرتوا تحققوها خلال فتره ال4 سنوات دي؟ بالظبط، احنا بدانا العمل على المشروع سنه 2018. نعم. من بعد ما سياده الرئيس والقياده السياسيه امرت بالتدخل السريع من خلال وزاره التضامن الاجتماعي على العمل لمشروع 2 كفايه او الحد من الزياده السكانيه للاسر المستفيده من برنامج تكافل، لان هي دي الاسر اللي احنا بنستهدفها في وزاره التضامن الاجتماعي اللي بندعمها دعم نقد مشروع. احنا بدانا العمل فعلي زيارات ميدانيه للاسر ديت بدايه من يناير 2019. نعم. عن طريق مثقفات مجتمعيات احنا دربناهم على رسائل مجتمعيه وصحيه ودينيه وازاي يصححوا الشائعات المغلوطه عند هذه الاسر. احنا وصلنا من بدايه عمل المشروع لغايه شهر مارس 2022 ل 9,300,000 زياره متكرره لهذه الاسر، عشان نقدر ان احنا نتابعهم ونشوف مين الشخص المؤثر داخل الاسره عن زياده الانجاب. نقدر ان احنا نوصل له الرسائل الصحيحه ونفهمه يعني ايه مفهوم اسره صغيره، يعني ازاي كان مين الشخص المؤثر بالنسبه لكم؟ والله مختلف، يعني احنا شغالين في 10 محافظات، يعني المشروع كان شغال في المحافظات الاكثر فقرا والاعلى في معدلات الانجاب، وهي محافظات الصعيد بدايه كده من الجيزه لغايه اسوان، ومحافظه في وجه بحري هي محافظه البحيره. كان مختلف من اكثر من محافظات، يعني الاكبر تحديدا، يعني يمكن زميلتي هدير ابو زيد دلوقتي بتتكلم، يعني قبل الفصل كانت بتتكلم معايا بفكره ان في تحامل دايما على الرجاله وعقده اللي هم عاوزين الولد فبيقعدوا يخلفوا كتير عشان يجيبوا الولد. اتفاجئنا احنا بقى في اثناء نزولنا الميداني ان احنا ممكن يبقى الشخص المؤثر هي الحما او السلفه. نعم. او الزوج في بعض الاوقات زي ما استاذ هدير ما اشارك، يعني فهو مختلف في بعض الاطوار، مختلف في بعض الاماكن، في بعض المجتمعات وجه بحر البحيره مختلف شويه عن وجه ابلي. نعم. وده بيبقى ليه اسباب معينه، مين الشخص المؤثر وايه سبب زياده الانجاب بتختلف من منطقه لمنطقه كمان. صحيح. فاحنا كنا نقدر نوصل للشخص المؤثر ونعرف ايه الاسباب عشان نقدر نحلها او عشان نوصل رسائل عظيم توعيه صحيحه لهذه الاسر. طيب استاذ احمد، احنا بنتكلم على 9,300,000 زياره من خلال حمله طرق الابواب، عايزين نعرف من حضرتك النتائج الايجابيه لده، لمستم نتائج ايجابيه خلال ال4 سنين اللي فاتوا؟ طبعا، لان احنا بس مش بنعمل حملات توعيه، احنا بنرصد هذه النتائج يا استاذه هدير عن طريق ان احنا نعرف كام اسره راحت للوحدات الصحيه اللي تابعه لوزاره الصحه. وحدات تنظيم الاسره كان ليها دور معانا. طبعا، هي اصلا وزاره الصحه شريك اساسي معانا في المشروع، وكمان بتمول لنا او بتدعمنا بوسائل تنظيم الاسره في العيادات اللي انشاتها وزاره التضامن الاجتماعي من خلال الجامعات الاهليه، لان ده الزراع اللي احنا بنتحرك بيه داخل هذه المجتمعات كوزاره التضامن الاجتماعي. احنا بنتكلم عن تضافر للجهود ما بين الجامعات الاهليه ووزاره الصحه ويعني حضراتكم، فبنتكلم على يعني مشروع متكامل اطرافه كلها بتشتغل على مساله يعني حمله كفايه 2، لانه كل الحاجات دي كانت موجوده قبل كده، لكن اللي كان ينقصنا يمكن ان الناس تسمع ونوصل للناس بطريقه افضل. مختلفة بالظبط، ده دور وزارة التضامن الاجتماعي اللي احنا متواجدين في كل المجتمعات، ده ميزة تنافسية بالنسبة لنا، احنا بنوصل لكل الأسر عن طريق الرائدات المجتمعات أو المثقفات المجتمعات اللي احنا بندربهم، لأن هم بيبقوا من قلب هذه المجتمعات، وده كان سبب في اختيارنا ليهم من الأول عن طريق الجامعات الأهلية اللي هي بالفعل بتخدم هذه الأسر والشريك الأساسي معانا.
ومن ضمن برضو الاهداف التنمويه لخطه مصر 2030 اعاده دور المجتمع المدني واسجاء الجهود التطوعيه، وده كان هدف بالنسبه لنا كبير لازم ان احنا نشتغل عليه. وبالفعل احنا اشتركنا او في شراكه مع 108 جمعيه اهليه في العشر محافظات. ان شاء الله الفتره اللي جايه احنا بنستهدف عدد جمعيات اكبر وعدد عيادات كمان اكبر من خلال مشروع تنميه الاسره المصريه اللي احنا جزء منه من خلال وزاره التضامن الاجتماعي. احنا حاليا عندنا 65 عياده جمعيه اهليه في العشر محافظات. طبعا زي ما هشير لحضرتك بالظبط بالاعداد هي اللي راحت لوحدات تنظيم الاسره، احنا عندنا لانه دي بالنسبه لنا النتيجه الايجابيه اللي احنا بنتكلم عنها. طبعا يا فندم، احنا في 250 الف سيده ترددت على وحدات تنظيم الاسره وكمان على عيادات اثنين كفايه من المليون اللي احنا بنستهدفهم، يعني تقريبا حوالي 25%. ال 250 الف دولت منهم 200 الف سيده بالفعل استخدمت وسائل تنظيم اسره، فدي نسبه حوالي 80% من المترددات على العيادات بتاعه تنظيم الاسره او الوحدات الصحيه. كمان وصلنا لمليون 750 الف زياره تردد على سواء هي عيادات تنظيم الاسره اللي تابعه للجمعيات الاهليه الشريكه معانا في المشروع او الوحدات الخاصه بتنظيم الاسره التابعه لوزاره الصحه، لان احنا في تكامليه في هذا المشروع بين وزاره التضامن وبين وزاره الصحه وما بين الجمعيات الاهليه. عشان نقدر نوصل لهذه الاسر ونوعيهم بشكل كويس وفي نفس الوقت نقدم لهم الخدمات عشان نلبي الحاجه بتاعه وسائل تنظيم الاسره. عشان في اوقات كتير او كانت مشكله كبيره ان في اسر كتير مش قادره ان هي تحصل على وسائل تنظيم الاسره اللي هي محتاجاها. طيب استاذ احمد، يعني هذا فيما يخص عيادات تنظيم الاسره، وازاي تم الاستفاده منها لوزاره التضامن الاجتماعي تحديدا لتلبيه حمله اثنين كفايه؟ لكن اكيد برضو في قطاع عريض، في عدد كبير جدا من المقبلين على الزواج تحديدا، وبنتكلم على الجامعات المصريه. الجامعات المصريه فيها نسبه كبيره جدا من الشباب، الشباب دول يعني بعد انتهاء الدراسه هيكونوا يعني حديثي الزواج فيما بعد، فبالتالي عاوزين نوعيهم اكتر. ازاي كان في مشاركه للجامعات المصريه وتم يعني التوعيه للطلبه والطالبات داخل هذه الجامعات؟ طبعا طبعا، احنا في عندنا في وزاره التضامن الاجتماعي مشروع قومي كبير اسمه مشروع موده. مشروع موده ده يعني شغال على طلبه بتوع الجامعات بالتوعيه بخصوص تنظيم الاسره والصحه الاجنبيه، نفس الوقت بيوعوهم عن ايه اكتر المشاكل اللي بتواجه الاسر في بدايه المراحل الاولانيه من الزواج. وايه اكتر حاجه بتسبب الطلاق. يعني طبعاً مشروع موده ده بيعمل داخل الجامعات يا فندم؟ شغال داخل الجامعات. لان دي الطلبه اللي احنا بنستهدفها، لان هي هتتخرج هتبقى مقبله على الزواج او بالفعل عندهم داخل الاسر ناس مقبله على الزواج، فهم يقدروا يوعوهم بدورهم كطلب الجامعات. صحيح. ده مشروع كبير شغال عليه الوزاره برضو حوالي 3 سنوات. شغالين عليه زملاء تانيين معايا في الوزاره، بس احنا في تكامليه ما بيننا وما بين بعض وفي تنسيق بحيث ان احنا نعرف مين بيستهدف الفئه المستهدفه ديت ومين شغال عليها ومشروع مواد شغال على ايه بالظبط. وعندنا كمان منصه الكترونيه بنقدر الناس المقبله على الزواج او المخطوبين يخشوا وياخدوا تريننج عن ازاي يتعاملوا مع بعض في اول فتره الزواج. ازاي التدريب ده الكتروني ولا بيحجز وبيروح يحضر في مقر ما؟ كان قبل الكورونا كانت تدريبات وكانوا بيحضروها، وفي فتره كورونا وفيما بعدها كان تدريب اونلاين. ان شاء الله نرجع تاني نستعيد هذه التدريبات ان شاء الله. ده دورنا كمان داخل الجامعات، احنا شغالين في 27 محافظه داخل جامعات مصر كلها. الزملاء كمان يقدروا يحكوا لحضرتك عن ايه الانجازات اللي هم عملوها خلال الفتره اللي فاتت. طيب استاذ احمد، انا يعني كنت عايزه اقف مع حضرتك عند الاسر اللي بتلتزم بالمطلوب من خلال مشروع اتنين كفايه. هل في حزمه من الحوافز لهذه الاسر؟ هل في مشاريع معينه بتقدمها لهم وزاره التضامن الاجتماعي؟ هو ده بقى اللي احنا بنختلف فيه خلال الفتره ديت. القيادة السياسية قالت احنا حابين نحفز هذه الأسر، مش حابين نرحمهم، لأن طبعا ولا القانون ولا الدستور بينص إن احنا نحدد عدد الأطفال للأسر، بالعكس هي كل أسرة ليها الحق إن هي تحدد عدد أطفالها، بس احنا نقدر نحفز هذه الأسرة عشان يلتزموا
بعدد اطفال مناسب طبقا لدخلهم الاقتصادي عشان نقدر عشان نبقى قادرين نعلمهم ونربيهم ونهتم بصحتهم وكل اللي هم بيحتاجوه، عشان على الاقل نطلع للمجتمع خصائص سكانيه تقدر تفيد المجتمع. صحيح. خلال الفتره اللي جايه طبعا احنا شغالين بقى من خلال مشروع تنميه الاسره المصريه اللي تم اطلاقه من سياده الرئيس شهر 2 اللي فات، ان احنا هنحفز هذه الاسر الملتزمه بعدد طفلين هيشتركوا معانا في الحمله لغايه لما السيده المتزوجه توصل لسن 40 سنه. هتشوف المده اللي هي قعدتها في شراكتها في هذه الحمله وملتزمه بالطفلين بتوعها، سواء هي كان عندها طفل او طفلين ووصلت بالحد الاقصى سوري لطفلين، نقدر نحسب لها الحافز المادي اللي احنا هنديه لهذه الاسر عشان يبقى حافز ليها ان هي تلتزم بعدد اطفال ما يزيدش عن طفلين، عشان نقدر ان احنا نربيهم زي ما حضرتك اشرتي كويس، نقدر ان احنا نهتم بيهم كويس، ده كمان دور الاسره، نقدر ان احنا نعلمهم كويس، نقدر ان احنا ناخد بالنا من صحتهم. صحيح. كمان احنا خلال الفتره اللي فاتت كنا بنعمل تدخلات بسيطه وحوافز بسيطه لهذه الاسر، سواء من مشروع عندنا كمان كبير جدا في الوزاره اسمه مشروع فرصه، هو احدى مشروعات وزاره التضامن الاجتماعي اللي بتخدم على برنامج تكافل وكرامه. ده خاص بالمراه المعيله؟ طبعا احنا بنشوف الاسر ديت، احنا بنعرف خصائصها، بنعرف مصادر الدخل بتاعتها، ونقدر ان احنا نديها مشروع ندربها الاول عليه ونديها مشروع تقدر ان هي تساعد اسرتها، بدل ما هم فاكرين لما يجيبوا اطفال كتير ينزلوا يشغلوهم هيساعدوا الاسره من خلال الدخل، لا، فاحنا بنحاول نتغاضى على هذا الامر ونقدر ان احنا نديهم مشروع ونساندهم بجانب المساعده اللي هم بياخدوها من برنامج تكافل وكرامه، ونقدر ان احنا يبقى في دخل ثابت لهذه الاسر، ونوعيهم بشكل كبير بقى سواء تغيير السلوكيات الخاطئه او الشائعات المغلوطه الخاصه بتنظيم الاسره والصحه الانجابيه اللي احنا بنوصلها لهم خلال برنامج اتنين كفايه او مشروع اتنين كفايه، وبرضه بنعمل تعديل سلوك عن مفهوم مصادر الدخل وازاي ان احنا نستغل مشروع فرصه من خلال المشروعات اللي احنا بنقدمها سواء هي مشروعات بسيطه. صحيح. يعني وفي الحقيقه استاذ احمد يعني المبادرات اللي موجوده مؤخرا في وزاره التضامن الاجتماعي هي مبادرات عديده لكن كلها بتؤتي بثمارها في حياه الامر، ويمكن ده كان المهم عندنا اللي احنا نتعرف على يعني نتائج وثمار هذه المبادره بعد 4 سنوات من العمل المتواصل. الاستاذ احمد يونس منسق مشروع 2 كفايه للحد من الزياده السكانيه، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وبنتمنى لك طبعا كل التوفيق. وفي الحقيقه هدير يعني حاجه مهمه جدا ان احنا نغير معتقدات، يعني يمكن لفتره زمنيه كبيره قوي كان في ارث العيل بيجي برزقه، لا خلف وما تشيلش هم، لا في الحقيقه ما فيش حاجه اسمها كده، تدبروا غير تعليم، يعني بدل ما تخلف 3 4 لا ممكن نخلف 2 أو 1 حتى واستثمر فيه تعليميا حتى على الاقل. يعني صحيح هي مساله انه مش بس حتى لو انت تملك انك يعني القدره وربنا يقدر الناس كلها على انك تخلف كتير، انت انه يكون عندك وقت لكل واحد فيهم وتقدر. صحيح. انك تهتم بكل واحد فيهم، فمساله انه نبتدي ان احنا فعلا نغير معتقداتنا حاجه غايه في الاهميه، ومهم جدا ان احنا يكون عندنا حديث متواصل مع بعض، ونكون يعني كدولة كلها شغالة بالتوازي وبالتنسيق، انه وزارة الصحة بتشتغل مع وزارة التضامن الاجتماعي مع الجمعيات الاهلية للوصول للناس، انه ما حدش بيحاول يضيق عليك والخناق، على قد ما احنا بنحاول ان احنا نطلع جيل يعني افضل كتير من قبل كده بياخد كل حقوقه في التعليم وفي الصحة وفي الاهتمام بهذا النشأ.